أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامج عليكم بالعافية. بنقدم لكم دائما أشهر الوصفات والأطباق اللي مناسب لشهر رمضان وبعد شهر رمضان كمان. معانا الشيف محمد من شركة كيتا للتموين، أهلا وسهلا شيف. يا أهلا بعضتي. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله تمام. تمام؟ كيف؟ الحمد لله. شو رح تعملنا الطبق اليوم؟ النهاردة معنا بخاري لحمة، رز البخاري باللحمة على الطريقة السعودية. على الطريقة السعودية. يعني بنحاول ننوع كثير الوصفات والوجبات. شو مكونات مكوناته؟ معنا رز، أكيد رز، البصل مفروم، معنا لحم غنم بالعظم بتاعه، اخترناه من الفخد، زيت، توم، هيل، ومعنا قرنفل على حسب الطلب، على حسب الرغبة اللي عاوز يضيف أو مش عاوز يضيف، ومعنا فلفل أسمر كمان على حسب الطلب اللي عاوز يضيف اللي مش عاوز يضيف، ومعنا جزر مسلوق للتزيين، ومعنا كاجو للتزيين، ومعنا فلفل كمان للتزيين على حسب الرغبة، وفلفل أسمر وكمون، ومعنا مرق لحمة. كنا عملنا الستوك قبل ما نطلع الهواء، ومعنا زيت عشان نحمص في اللحمه قبل ما نشتغل. ايوه، اذا نعيد المكونات. تقريبا كوب ونص او 500 جرام ارز بسمتي، بنغسله كويس، ممكن ننقعه كمان شويه، ممكن ننقعه نصفي الميه. بعدين في عنا لحم غنم بالعظم، نحاول نشيل الدهون قد ما نقدر، تقريبا كيلو الا الربع. وفي عنا جزرتين، ثلاث لاربع حبات طماطم مقطعين مفروم يعني ناعم، وبصلتين، وزبيب، وكم من فص حب ثوم، وحب الهال، وفلفل، وكمون. وللجارنش رح نستعمل زي ما انتم شايفين المكسرات، ممكن الكاشيو، ممكن اللوز، الصنوبر اللي عايزين، وبعدين فلفل، انواع من الفلفل. شيف هلا شو انت حطيت؟ شويه زيت، في زيت كمان تقريبا معلقه معلقتين طعام حطيناهم على النار، نحمر فيهم اللحمه، نحمر فيهم اللحمه لعند ما تاخذ اللون اللي هو البني الذهبي المعروف. نحمر اللحمه، بنقلبها على الوجهين، اول وش احمر، بنقلب اذا اللحمه، بنقلبها على الوش الثاني على الوشين لحد ما يصير لونها ذهبي تقريبا. ويفضل يكون اللحمه بعضناها. ليه؟ لان اللحمه اللي بعضناها بتبقى اكثر تروه من اللحمه اللي من غير عضناها، ده على حد علمي يعني. وبعدين كمان احنا فينا نستفاد من العظم اللي هو موجود في اللحمه، اللي هو بيخلي الاكل اكثر فليفر وقيمته الغذائيه بتصير اعلى. يعني وجود العظم في اي يعني طبق بيزيد من القيمه الغذائيه تبعته. في حتى اثبتت الدراسات انه العظم مثلا مع الدجاج او اللحم، اذا الواحد عمل شوربه ممكن هي نفسها تعمل مقاومه للبكتيريا، واذا الواحد عنده برد عنده زكام بيساعد. ريحه طيبه. بعد كده بننزل البصل بتاعنا، اللحمه خدت اللون البراون اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه. اوكي، حمصنا اللحمه لصار لونها ذهبي. ضفنا البصل المفروم، وبعدين انا بحب الثوم في الاكلات اللي زي ديت، الكبسه وما الكبسه، والاكلات اللي فيها لحم غنم، الثوم كمان من الحاجات اللي هو بتعطي مذاق اطيب وبعدين بتتغلب على اي روائح كريهه في تكون موجوده في اللحوم. اكيد لاحظنا اذا الثوم مقطع لشرائح مش يعني مدقوق، على حسب الرغبه. ولاحظتوا كمان انه البصل والثوم انه مكونات اساسيه في كافه اطباقنا، انه لانها تحتوي على عناصر غذائيه مهمه وتطهر المعده والامعاء. البهارات الخشنه دي بتبقى مفيده جدا في اللي هو موضوع اللي هو انا مش هسلق اللحمه، انا ابخها كلها في رز،
فأنا بحب أضيف شوية فلفل أسمر، وبحب أضيف شوية كمان الهال. الهيل الحب الهال طبعا هو أصله من الهند، غابات الهند، وبستعملوه حتى في الطب التقليدي والطب القديم لعلاج قرحات الفم. وناخد يعني حبتين مسمار اللي هو قرنفل، حب قرنفل كمان هذا اختياري للناس اللي عايزين يعني ريحته فواحة القرنفل، بس هو مفيد كمان في سلي اللحمه وفي طبيخ اللحمه وفي كذا كمان. احنا بنتذكر دايما طبيب الاسنان لانه بيحط يعني بيستعملوها كمان للثه ولل هو كبشر اللحمه بتاعتي بعد بشكل كبير. طماطم اللي هي غنيه بالفيتامين سي وغنيه باللايكوبين بالظبط، صحه العظام، المفاصل، الالياف كمان، احنا يعني بدنا غذائنا يكون عالي الالياف كمان. حطيناها ادي الكمون بتاعي، شويه كمون. الكمون مهم كمان للجهاز الهضمي، انتم عارفين يعني من احنا يعني اطفال انه دائما بيقولوا لنا انه الكمون اذا الواحد عنده انتفاخ او هيك فهو بحفز دائما افراز الانزيمات في الكبد والطحال، وبيعمل على ازاله السموم بالظبط. بنتركها شوية لتغلي، نترك طبعا سهل وبسيط وسريع كمان، وفي نفس الوقت ممكن كمان المندي نفسه بيدينا نفس كمية المندي اللحمة اللي احنا عملناها قبل كده في حلقات قبل كده وعملنا كمان الكبسة قبل كده في حلقات، فالطبق ده كمان طبق مشهور ويعني انصح الناس اللي هم مثلا اللي عنده نحافة محتاج غذاء اكتر، روح على الطبق ده، جرب كل لحمه، جرب كل بخاري. هل ممكن شيف نعمله بالدجاج مثلا بدل اللحمه؟ طبعا 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 ممكن طبعا بالدجاج طبعا. يعني ممكن ننوع بالوصفه نعملها بالدجاج طبعا لمحبي، في ناس مش محبين، في ناس ما بيحبوش اللحم الحمراء، مش مش, مش 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 شرط عليك ان انت تاكل لحمه، هو اللحمه ده ذوق وكمان في نفس الوقت ثقافه، يعني ممكن طبق انا بقدم لك وصفه ما تعجبكش بس تعجب حد تاني، ممكن انا ما بحبش اللحمه اخد دجاج، ممكن ما بحبش دجاج اخد سمك، نفس الفكره نفس الطريقه بس ونفس الخطوات فيها يعني. بس غير التغيير مطلوب. هاي الوجبه، هاي يعني الطبق بيحتوي على تقريبا بكفي لثمان اشخاص، كل وجبة فيها تقريبا 570 سعر حراري، 56 جرام نشويات، 26 جرام بروتين، و29 جرام دهون. الماء غلت بتاعتنا، بننزل بالرز. بنستنى لما اللحمة تستوي شيف ولا؟ هي دلوقتي تعتبر 80% مستوية، احنا حمرناها في الأول وبعدين سيبناها تغلي. تقريبا قد ايه يعني على النار؟ هي ما بتاخد، هي بتاخد الموضوع كله ما ياخدش معايا اكتر ساعه، لان اللحمه ديت سريعه، لحمه طازه، انا رحت دايما للحمه الطازه، بحب اجيب اللحمه الطازه في الشغل. بنقلب كويس بعد ما نزلنا بالرز. ايوه عشان الرز ما ينزلش. يعني احنا بس نعيد، حطينا اللحمه قلبناها بالزيت صارت لونها ذهبي، حطينا البصل وحطينا الطماطم وحطينا الثوم شيء والبهارات وبعدين خلينا اللحمه تستوي تقريبا بدها ساعه. متى ساعة تقريبا 45 دقيقه 45 ساعة دقيقه بتكون استوت اللحمه، لانها لحمه طازه، اللحمه الطازه ما بتاخدش وقت كتير على في السوا، وكمان احنا مش عايزينها تكون اوفر كوك، فبنحطها من الرز بنلاقيها مثلا اتهرت او اتكسرت، فعايزينها تفضل محتفظه دايما بالقوام بتاعها ومتماسكه يعني. وزدنا بعدين الرز المغسول كوب ونص تقريبا، 500 جرام رز، 500 جرام لا، واللحمه كيلو الا ربع. من 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 بنحط ملح، ضفنا الملح وبنحط فلفل اسمر شويه، فلفل اسمر كمان. معنا فلفل اختياري، ممكن نحط الفلفل في الرز بيكون طعمه كويس. في فلفل يعني ممكن تشكله انواع من الفلفل، احمر، اصفر، اخضر.
تحطوه. بالضبط. والفلفل غني بالفيتامين سي، مضادات الاكسده. كل ما تشوفوا يعني الخضار في لها لون هيك متلونه وداك يعني الوان داكنه، هي بتكون مضاده للاكسده. وحطيت كمان حبتين الزبيب. الزبيب كمان اللي هو العنب المجفف. وشويه جزر. الجزر انتوا عارفين احنا من احنا صغار بيقولوا الجزر بقوي النظر، يعني هو غني بفيتامين الف والكاروتين، وبساعد على تقويه النظر، بساعد على الجلد يعني الحمايه من اضرار الجلد. هو كمان الجزر بنصح به الاخصائيين التغذيه اللي هو مرضى الرينال بياكلوا جزر. مرضى الرينال بياكلوا جزر، مظبوط؟ يعني على اساس في اللي هو المرضى الكلى في انواع معينه من الخضار والفواكه فيها البوتاسيوم والصوديوم والفوسفور بتكون عالي، فالجزر ما يعني قليل. وبالنسبه لمرضى الدايبتيك؟ الدايبتيك هو الجزر لما بنطبخ بصير فيه نشا يعني، فما يكتروش منه كثير يعني. بس في ياكل جزر؟ في ياكل جزر، بس يعني بكم مريض السكري احنا دائما بيقدر ياكل كل انواع الاكل بس في كميات محدده، ودائما بده يختار الاطعمه اللي بترفع له السكر شوي شوي، يعني اللي فيها مثلا الفواكه في اشياء بتكون فيها سكر قليل. بالضبط. اللي بنسميها لو جلايسيميك اندكس ترفع السكر شوي شوي، مثل التفاح، البرتقال، الكمثره. وفي عندك الفواكه اللي بترفع السكر بسرعة مثل المانجا، الأناناس، الموز، فإنه يعني بنقولها مش محرومين منها بس تاكلوا بكميات محددة، مثلا كل بدل موزة كاملة نص موزة مثلا. كل ما ودي نصيحة كويسة جدا، مش شرط ان انت تبقى انت وانت على السفرة انه قدامك دجاج ولحمة وسمك لازم تاكل من كل شيء، لان لو مش تاكله النهاردة تقدر تاكله بكرة، تقدر تاكله بعديها بفتره. كن معتدل في النظام الغذائي بتاعك، تعيش حياه اطول، حياه صحيه احسن، وتبقى انت متمتع دايما بصحتك وبشبابك. بس اعرف ازاي انت تبدا تنظم الاكل بتاعك، وازاي تاخد انت الاكل المناسب لجسمك. كل جسم وله احتياجات، كل جسم وله حاجات تمشي معاه وحاجات ما تمشيش معاه. فدايما ما تبقاش احنا كناس صايمين بنفكرنا ان انا مثلا عايز اكل ده وده 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 وده، في الاخر هتلاقي نفسي ما عملتش حاجه، ما استفدتش من الصيام. فده كمان من اخطاء الناس، اللي هو من اخطاء الصايم اللي هو بيقع فيها كتير من الناس الصايمين، اللي هو بياكل اكتر من حاجته. أيوة. هو يعتبر ما استفادش، صايم 15 ساعه 16 ساعه، بس هو ما استفادش من الصيام بشيء، هو اكل اكتر من الطبيعي او من الجسم بتاعه محتاجه. ولازم برمضان شوية شوية يعني ما ياكلش الوجبة مرة واحدة، يعني يبدأ مثلا بصحن الشوربة. ليش صحن الشوربة مهم برمضان؟ لأنه بيعمل على تحفيز الإنزيمات الهاضمة. وكمان بنصح المشاهدين أنه ما يشربوا المي، يعني في منهم أول ما يأذن باكلوا التمر وبيشربوا مي كثير، بعدين فعلا بيصيبهم سوء هضم، لأنه بتعمل العكس، يعني المي خفف الانزيمات الهاضمه. فلا، ابداوا بصحن الشوربه وكلوا شوي شوي زي ما قال الشيف، ما تكثروا كثير عشان ما يصيبكم عصر هضم. المايه نشفت من الرز، بغطي عليه وبظبط عليه النار بتاعتي. طب شيف، ليه ما غطيت بالغطا العادي؟ ليش يعني بالفويل؟ فينا نغطي كمان بالغطا العادي، بس الالومنيوم بتبقى اكثر احكام من الطبق عشان البخار، وبعض الاوقات بيكون مش مظبوط، موارب او كذا، فالبخار صح ممكن يطلع من الغطا. عايزين نستفاد من البخار اللي هو طالع. ايوه. وبنتركه لمده 20 دقيقه 25 دقيقه، بيكون استوى معايا الرز على نار هاديه، يعني يستوي براحته. إذا هاي الوجبة هي وجبة كمان وجبة متوازنة، فيها كل العناصر الغذائية، فيها الرز النشويات، فيها اللحم البروتين، فيها الخضار اللي هي البصل، الثوم، الجزر، الطماطم، فهي والفليف للحمرة، فهي وجبة فعلا متوازنة. هنسيبها حوالي 20 دقيقة على النار لعندما تستوي، بنحط نار متوسطة وبنغطيها بالألمونيا زي ما قلت لحضرتك. انا كنت مجهز طبق نفس الشيء
بنفس الامكانيات نفس المقادير. هذا لما كان يعني مجهزينه بالظبط لما يخلص. وفينا بقى نحط القرنش اللي احنا عاوزينه. الزبيب ممكن نحطه زي ما هو وممكن نسيبه في الميه شويه بحيث ان هو لو احنا ما بنحبوش يكون مسكر قوي. خلاص نحط كمان جزر مسلوق. هو المفروض يكون جزر محمر بس احنا عملناه مسلوق عشان تبقى نقلل من الزيوت. خلاص وكمان شويه كازو. فينا نقدمه باكتر من شكل من الاشكال ومعاه حاجات تانية تكميليه كمثلا كخضار مقطع كزبادي سلطه الزبادي على حسب الرغبه على حسب انت بتحب تاكل ايه. قدم ونحطه عشان الكاميرا تعرف تستفاد من الشكل الجمال اللي احنا عاملينه. وبالهنا والشكر لسادة المشاهدين. يعني هو وجبة متكاملة فيها زي ما حكينا البروتين والكربوهيدرات والخضار، وفيها كمان زيادة المكسرات هي أعطتها قيمة غذائية أكبر. وصحتين وعافية، واستنونا كمان بحلقة جديدة من برنامج عليكم. بالعافية.